الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك تكون يعني تحرج الولايات المتحدة كيف أنها سوف تنتقد إسرائيل بأنها قد صفت أحد الشخصيات التي تريد الولايات المتحدة تصفيتها، ولكن الولايات المتحدة تعلم أن تصفيتها في ذلك في هذا الوقت الحرج يسبب انفجار أو أزمة كبيرة في المنطقة بسبب ما يحدث سابقا وبسبب ما يمكن أن يحدث لاحقا. كل هذه التعقيدات الآن هي ما تجعل هذا المشهد معقدا مركبا للغاية، وهي ما تجعل هذا المشهد لا ينتهي بعملية اتفاق سلام مهما كانت الضغوط، حتى وإن كما رأينا يعني قبل ساعات من اغتيال أمين عام حزب الله كان هناك مبادرة أوروبية أمريكية فيها أيضا مباركات عربية تهدف إلى وقف إطلاق النار ولو مؤقت ولو بشكل 21 يوم ولو بشكل أنه ليس فيها أي أهداف أخرى من الأهداف السابقة، على أساس أن هذه 21 يوما يمكن أن تجرى فيها مبادرات مباحثات أخرى تصل بنا إلى اتفاق سلام دائم وشامل. تحدثوا عن حل الدولتين، نتنياهو في هذا الوضع، إسرائيل في هذا الوضع، يعني نحن يجب أن نعترف بأن إسرائيل حتى الآن قد حققت انتصارات تجعل من نتنياهو يرفع السقف، وحتى هذه اللحظة لا أعتقد أن نتنياهو يوافق على حل الدولتين، ولذلك هو يصعد الأمور، ولذلك هو يريد أن يستمر في هذه الحرب، يريد أن يقضي على كل أعدائه، وبنفس الوقت يطلب من أمريكا أن تحميه من احتمالات الرد من قبل إيران. يعني نحن نسلك دربا ما لم يستطع أحد أطراف إيقافه، فهو فعلا يعني خطير في هذه اللحظة.